جاء في تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى وعند ابن أبي حاتم لما أنزل الله تعالى قوله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال بعضهم بعض الناس ومن منا لم يظلم نفسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس كما تعنون دم الظلم اللي انتم تقصدوه ولكن كما قال العبد الصالح أي لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فالله سبحانه وتعالى يريد منك إيمانا خالصا لأن بعض الناس بل أكثر الناس يؤمن بوجود الله تعالى حتى فرعون فرعون قال الله تعالى عنه وعن ملئه وعن قومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا وجحدوا بها الجحود كما قال الفيروزابادي هو إنكار الحق مع العلم به عشان كذا موسى عليه السلام قال لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا كان يعرف وجود الله تعالى لكن كان ينكر بسبب العلو والظلم وكان يجحد مع علمه بوجود الله سبحانه وتعالى وهكذا الكثير من الكفار حتى قال الله تعالى عنهم أو عن بعضهم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون هم في نفسهم عارفينك أنت صادق قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وحتى الشيطان يؤمن بوجود الله تعالى قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين وقال الله عنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين أي آدم عليه السلام فكون الزول يا جماعة يؤمن بوجود الله ده ما يكفي في الإيمان تقول الله فيه وكذا وكذا ده ما يكفي بل لو أن العبد اعترف وأقر بأن الله هو الخالق المالك المحيي المميت الرازق هذا لا يكفي حتى يعبد الله وحده لا شريك له لو قلت الله هو الخالق براو وهو المالك للكون وهو المحيي وهو المميت وهو اللي بيدبر الكون ده ما يكفي في الإيمان شكي كفار قريش قال الله عنهم قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله خمس حاجات دي بيقولوا دي لله سبحانه وتعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون لكن يصير العبد مؤمنا الإيمان الذي يرضى به الله تعالى عنه بسببه ويرضاه الله تعالى والإيمان الصافي الخالص من شوائب الشرك بالله تعالى يعني بعد تعترف إنه الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر إلى آخره تصرف له العبادة وحده لا شريك له الصيام تصوم لله مش عشان الناس يشكروك ولا خجلان من الناس الصلاة تصلي لله تعالى الصدقة تصدق لله سبحانه وتعالى العبادات تصرفها لله وأنت مخلص فيها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له
وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الزول اللي بيدعو الله وبيدعو غير الله ده ما مؤمن، ده ما الإيمان الذي يريده الله تعالى من العبد. في الشدائد تعتر تنادي غير الله، تنادي الأموات وتنادي الغائبين وتنادي الشيوخ، ده ما الإيمان الذي يريده الله تعالى، بل هذا ضد الإيمان. قال الله تعالى في القرآن: قل من رب السماوات والأرض، قل الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. زول يسأل الله وحده لا شريك، ما يعلق حجبات، ما يعلق التمائم، ما يعلق الكمون في الطفل، يقول بيحفظ من العين. قال الله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله. ما يقول فلان من الناس بيعلم الغيب وبجيب الرائحة وبيشوف البعيد. قال تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون، وما يشعرون أيان يبعثون. الوقفة الثانية قال: كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام، كما كتب على الذين من قبلكم، أي من الأمم السابقة، وقيل هم أهل الكتاب كما في تفسير ابن كثير. كتب عليكم الصيام، فرض عليكم الصيام، والصيام لغة هو الإمساك، كما قالت مريم عليها السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. والصيام شرعا هو الإمساك عن المفطرات. في ناس بيقولوا الإمساك عن الأكل والشراب والجماع، لكن الإمساك عن المفطرات، لأن المفطرات فيها الأكل والشرب والجماع والحجامة، في أرجح قولي أهل العلم، والردة وهكذا. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، ده أشمل تعريف للصيام. الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله تعالى، ده الصيام. والزول من يصوم رمضان فإنه أدى وقام بركن من أركان الإيمان، من أركان الإسلام، كما جاء في صحيح البخاري ومسلم من رواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكما جاء في بيان الإسلام في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل في صحيح مسلم، لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت، أي إن استطعت إليه سبيلا. وجاء في سنن الترمذي وفي صحيح الجامع من رواية معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم،
وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، أي إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قال: بلى. قال: الصوم جنة. الصوم ده جنة، حاجز، حاجز عن المنكرات في الدنيا والقبائح، وحاجز عن عذاب الله في القبر ويوم القيامة. الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل. يعني هذين، يعني أن هذين العملين يطفئان الخطيئة، الصدقة وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على رأس الأمر وعمودي وذروة سنامي؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد، أي في سبيل الله. ثم قال: ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا نبي الله. قال: أمسك عليك هذا، وأمسك بلسان نفسه صلى الله عليه وسلم، بلسانه. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ عشان كده الزول، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، الصيام ده جنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار، وفي لفظ: بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. شوف السيدة، اليوم الثالث ولا الرابع من رمضان؟ اليوم الرابع. اليوم الواحد قال لك: بيوعد وجهك عن النار 70 خريفة، 70 خريفة. وإنسان كلما ابتعد من النار اقترب من الجنة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره، وفرحة عند لقاء ربه. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة بابا يقال له الريان، الريان، يدخله الصائمون لا يدخله غيرهم، يدخله الصائمون لا يدخله غيرهم، الذين ظمئوا في الدنيا، أصابهم الظمأ والعطش والجوع، وهم يحتسبون الأجر من الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا، الذي دفعه للصوم الإيمان، ويؤمن بالله ويؤمن بهذا الصوم أنه عبادة، ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. عشان كده يا جماعة، الصائم يحافظ على العبادة دي ويشكر الله تعالى، تكثر من الدعاء قبل الإفطار وعند السجود، تكثر من تلاوة القرآن وأنت صائم، تكثر من ذكر الله تعالى، تتصدق، تأتي بالصائمين وتدعوهم لتفطرهم فتنال أجر الصوم بسبب هذا التفطير، وهكذا تجتهد في الطاعة وأنت صائم. ثم قال: لعلكم تتقون. فالعبد يصوم من أجل تحقيق التقوى، وليتقي عذاب الله تعالى في الآخرة، وليتقي مخالفته في الدنيا. لذلك الصائم يجتنب المعاصي ليلا ونهارا، طالما الله وفقك الشهر ده كله
لا بتسجر لا بتستخدم الصعود لا غير ولا غيره، فدي تكون سبب لأنه زول يستمر ما يكون فترة معينة لا بالنهار لا بالليل. وبالنهار ده تراه صايم، بالليل برضو بعد تفطر تم باقي اليوم تاني ما تصل، لا تسجر لا صعود لا مسلسلات لا أفلام، لا تضيع زمنك في كشتينة وضمنة وجبنات. الأيام دي رمضان ده كله فسحة ولا ساحة تلقى فيها محل جبنة وشباب تلقاهم قاعدين مجموعات، والمساجد برضو ما تضيع زمنك. أمس كنت في مسجد مكيف وشنو ما بعرف وبارد محل ما تقوى إلا الزح من المكيف، ومريح وكبير جدا وفيه كثرة خلق، لكن لفت انتباهي الشباب وكمان فيهم أعمار صغيرة بس شايرين الموبايلات بس، وبعدين يرقدوا يقبلوا عليك تشوف الموبايل شغال كورة، موبايل ذاته مسجل لك كورة جايبها من وين ما بعرف، واحدين ايه واحدين بعد قريب المغرب من هنا مرقنا منه قريب المغرب وشغلين موسيقى والله جوا الجامع، جوا الجامع موسيقى حيرونا ذاته. فانت ما تضيع زمنك، الزمن ده تستفيد في طاعة الله تعالى، خاصة الناس في رمضان الحمد لله بيجوا المساجد والزول شغله بينتهي بدري الظهر، وتلقى سواقين يقول لك نحن حدنا 12، بعد ذاك واحدين بيمشوا البحر، حلال تمشي البحر لكن تعال الصلاة برضو، تعال الصلاة ولكن بدل تمشي تضيع زمنك، وإن كان حلال لكن ما يكون طوالي كل يوم وهناي، تعال اقرأ قرآن استفيد. مساجد مهيئة الحمد لله، نسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا جميعا إلى البر والتقوى. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم.